اهلا بكم في الرقم كابيل يوم السابع. اهلا بكم مشاهدي تلفزيون يوم السابع. انا اسامه طلعت وهكون معاكم في لايف جديد من منطقه الزمالك، وتحديدا كورنيش النيل في منطقه الزمالك بيشهد تجمع كبير قوي للحمام، بيبقى موجود كتير جدا الصبح بدري وقبل العصر بشويه، وناس كتير بتجيب له اكل باستمرار، وناس كتير بقى بتيجي هنا تلتقط صور تذكاريه مع الحمام زي ما حضراتكم شايفين كده. وعايز اقول لحضراتكم الحمام اللي بيطير ده جزء صغير جدا من الحمام اللي موجود في المنطقه. يعني لو حضراتكم بصيتوا، بصوا الحمام اللي جاي، يعني عايز اقول لحضراتكم ان على احد الفنادق اللي قريبه من هنا في مئات الحمام اللي هو اللي موجوده هنا اهي. حضراتكم لو ركزتوا هتلاقوا في حمام كتير قوي عليه. طبعا هو وفي ناس بتحاول تاخد الحمام، يعني مش عارف، حاجه غريبه جدا. يعني طبعا هو الحمام ده مش بتاع حد، لكن بيبقى عامل منظر جميل جدا في المنطقة، وزي ما حضراتكم شايفين عامل الكورنيش كله بيبقى مليان ناس بييجوا يتفرجوا على الحمام، وبيجي بياخدوا سيشن تصوير هنا. اسمك ايه بس الاول؟ عايز اقول لحضراتكم ان كمان في حمام كتير جدا على الكوبري. يعني في على الكوبري هنا حمام حمام حمام، وفي تحت القواعد بتاعت الكوبري هنا حمام كتير جدا. بالاضافه يعني شوف حضراتكم الحمام اللي هنا، كل الحمام ده في وقت من الاوقات بيبقى موجود هنا على كورنيش النيل، بس لما ما بيبقاش فيه الزحمه الكبيره من الناس دي بيبقى موجود اكتر من 1000 حمامه على الكورنيش. طبعا بتبقى حاجه ممتعه جدا، يعني لو حد يجي على كورنيش النيل في الزمالك الصبح بدري ويأكل الحمام ده متاح جدا المجان، حاجة يعني حاجة جميلة جدا بدون أي تكلفة. هتجيب أكل الحمام تيجي تأكله. في طبعا كورنيش ده، يعني إيه، لو حضراتكم لو رجعنا ورا مثلا 50 متر أو قدام 50 متر مش هنلاقي الناس. عليكم ولا
هو ربنا لسه على درجه مصاب. انا راجل ما شايفين طبعا طبعا الاولاد بقى اللي بيخرجوا من المدرسه بيحاولوا يشكسوا في الحمام هنا. دوس هو مسك حمامة مخصوص عشان يتصور بيها هنا وبعدين طيرها. طبعا هنا في اي حتة هتلاقي حمام، في اي مكان هتلاقي حمام، على الكوبري في الاف الحمام، على الاعلانات في حمام. الناس الزحمه دي بس لو خفت حضراتكم هتلاقوا حمام كتير جاي هنا. يعني حضراتكم تابعوا معايا المنطقه دي هتلاقوا الحمام جاي. بس ما استنى استنى بقى بيستنى ايه وبعد كده. نقدر نقول المشاكسة والزحمة طيارة الحمام نادرا نادرا لما بتلاقي مفيش حمام على الأرض، دايما بتلاقي أكل موجود. الناس طبعا الناس أهل الخير كتير عارفين المنطقة دي بتبقى مليانة حمام، بييجوا يحطوا أكل للحمام وبيمشوا. يعني يحط الاكل ده ما وقفش مثلا يحط الاكل ويتصور، لا هو فضى كيس اكل ومشي ما بصش وراها. طبعا بخلاف الجو الجميل اللي هنا حاجه منتهى الجمال. طبعا محاولات لجذب الطيور تاني. أولياء الأمور بيقول لأولاده يلعبوا مع الحمام، وطبعا تحت شعار روح العب، فما فيش حمامة هتيجي تقف هنا. ف بشكركم، كنت معاكم من كورنيش الزمالك أسامة طلعت، شكرا لكم.